خليني انتقل لموضوع امير طعيمه وجيني ويسرى، ايه اللي بيحصل يا خالد؟ اللي بيحصل ان انا شايف ان الاستاذه جيني، انا مش عارف اقول الفنانه جيني لان هي طبعا فنانه معتزله، هي اللي اثارت هذا الموضوع، رغم ان زوجها الكاتب والسيناريست امير طعيمه ليس هو يعني الشخص الاول الذي ينفصل عن زوجته وتزوج. انا عايز بس اصحح معلومه انتشرت مؤخرا، ويمكن زملاء صحفيين نشروها دون ان يتحققوا، ان الطلاق كان من شهرين، وهذا ليس حقيقي. الطلاق وقع تقريبا من حوالي 9 اشهر، 9 شهور. بالظبط 9 شهور. كان في بوست شهير جدا جدا لامير طعيمه في 1 نوفمبر اللي فات، يعني تقريبا من حوالي 7 شهور، وقال انا منفصل عن جيني بقالي شهرين، منفصل رسميا عن شهرين. اذا هو بقاله 9 شهور. فعشان في ناس كتير جدا يعني تعاطفت مع جيني، ان ازاي يعني طلقك وانت ام عياله بعد 16 سنه وبعد شهرين يتجوز، فانت ليك الحق ان انت تكوني زعلانه. لا يا جماعه، والموضوع داخل على سنه، دي حاجه. الحاجه الثانيه اللي انا شفته ان مثلا هي يعني لامت الفنانه دره علشان هي هنقلت امير طعيمه بزواجكم، وقالت لها يعني انتم السابقون ونحن اللاحقون، حاجه زي كده، او نحن اللاحقون وانتم السابقون. على الفيسبوك يعني دره عملت لايك او قالت لامير طعيمه مبروك قايله مبروك، فكتبت طبعا لها جيني انه احنا السابقين وانتم اللاحقين. بالظبط. يعني بتدعي عليها يعني ان هي تتطلق. طيب جيني يعني بتقول لدره ان شاء الله تتطلقي يعني. هل ده تصرف يعني يحدث من شخصيه عامه؟ لان جيني شخصيه عامه، في ناس كتير ما تعرفش جيني، ولكن جيني بالمناسبه هي اصلا في الاساس كانت ممثله، واكتشفها الراحل جلال الشرقاوي وجسدت معاه مسرحيه، ثم بعد كده جسدت مسرحيه مع فيفا عبده اسمها الدلع يا دوسه، مسرحيه شهيره جدا، وحتى المسرحيه دي اتصورت، وبعد كده اصدرت البوم، كان الالبوم ده جزء كبير جدا وعدد كبير جدا من اغانيه من تاليف امير طعيمه، ده سنه 2006، ثم اتجوزوا 2008 بالمناسبه. كمان عملت كليب شهير جدا كان اسمه امشي وسيبني، كان من الالبوم ده، البطل اللي قدامها في الكليب هو امير طعيمه قبل جوازهم اساسا، وبعد كده اتجوزوا. عشوا 16 سنه، ولكن انا بشوف ان في حاله من حالات التخبط في القرارات اللي هي بتاخدها حتى وبتكتبها على السوشيال ميديا. الحياه الشخصيه ليست على المشاعر، ولكنها مشكلتها مع اكرم حسني اللي دي بقى على كمان على انا بستغرب. هي طبعا مسحت البوست بعد وقت قصير جدا، ولكن عدد كبير جدا من الصحف خدوا البتاع البوست يعني، وكتبوا اخبار. ليه يعني هل من المنطقي ان احنا نقول ان يعني فنانه او شخصيه عامه زي جيني تقول اكرم حسني ولا خرب بيتي، وان انا رفضت القعدات اللذيذه اللي هم كانوا بيقعدوها ويبعدوا عن بيتي؟ ده ايه ده؟ ما يتكتبش على العام، ما يتكتبش على العام. الحاجه الاهم من كده، خلاص انتوا انفصلتوا، وللامانه امير طعيمه من ناحيته الرجل التزم الصمت ولم يتحدث في أي شيء، سواء كان من أزمات أو مشاكل، وقال حياتنا الشخصية نبعد بيها وننأى بيها خالص. ولكن هي اللي أقحمت هذا الأمر. طيب هو أنتوا انفصلتوا خلاص، يتجوز بقى بعد يوم، بعد اثنين، بعد شهر، بعد سنة، هو حر في حياته، مش خدتوا قرار الانفصال؟ وهي حتى كتبت مؤخرا من كام يوم، لأن في ناس قالوا توقعات إن هي جيني تعود لأمير طعيمة، فقالت لا يا جماعة احترامي لتوقعاتكم، لكن ده مش هيحصل. خلاص انتهى الموضوع فلنلتزم الصمت، مش كده؟ بالظبط. أكرم يعني، أشكرك شكرا جزيلا الكاتب الصحفي الأستاذ خالد شاهين. طيب